والآخر هو الفارس السويسري طبعا قبله هناك الفارس عبد الله شربتلي الفارس السعودي وعبد الله شربتلي في الموسم الماضي لم يكن حاضر على مستوى الجائزة الكبرى هذه المرة حاضر طبعا سيكون على صهوة جواد تالين نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق والنجاح كفارس من الفرسان العرب السعوديين الذين نعتز ونفتخر بهم باستمرار وهذا دوما من جيل الجيل الذهبي لفروسية القفز على الحواجز على مستوى السعودية طبعا كان قد شارك في الألعاب الأولمبية في لندن وهناك طول حال كان الفريق السعودي نتذكر تماما الفائز ببرونزية الفرق في لندن 2012 والفائز بأول ميدالية في الألعاب الأولمبية على مستوى العرب في الألعاب الأولمبية في سيدني في عام 2000 الفارس المتألق خالد العيد وهو حاضر أيضا في هذه البطولة لكن غير مشارك في الجائزة الكبرى أمامه عبد الله شربتلي أيضا مشوار طويل بالنسبة لعالم الفروسية عمره 32 سنة يريد تجنب ارتكاب الأخطاء يذهب للثلاثي بصورة ممتازة بيزيد من سرعته قوة وثب لأعلى في الوقت المناسب التحكم من خلال وجوده على صهوة الجواد اتزان مع سرعة الجواد واتزان الفارس وكلين راوند أو خطأ واحد بتجاوز الزمن كان للفارس السعودي برافو عليه طبعا الزمن 82 ثانية هنا كان زمنه 82 ثانية وأجزاء بالمئة جزء من الثانية لهذا الفارس 21% جزء من الثانية يعني كان المؤثر على الفارس السعودي عبد الله أشرف دور مركز أول ريفيتي مركز ثاني سكوت براش في المركز الثالث لكن السيناريو سيتغير بالتأكيد عبد الله شربتلي يدخل هذه الجولة بعلامة جزاء جراء تجاوز الزمن كان زمنه في الجولة الأولى 82 ثانية فاصلة 21% جزءا من الثاني يدخل على صهوة جواده تالان هذا الفارس السعودي ونتمنى له إن شاء الله كل التوفيق والنجاح شاهدوا الاجتياز بطريقة بدأت بالحاجز الأول خطواته موزونة الحاجز الثاني أسرع بالخطوات في الثالث الانتقال للرابع اتخاذ السرعة المناسبة مع قوة وثب لأعلى نعم دوران بطريقة أفضل بطريقة أحسن نحن نبسط للسادة المشاهدين الخامسة هناك مصطلحات في عالم الفروسية طبعا نريد أن نبسطها كما هو الحال في رياضات فردية مختلفة سرعة الآن اجتياز مع قوة وثب برافو عليه شربتلي الآن الحاجز قبل الثلاثي الصعب الانتقال الأول الثاني الثالث يا سلام عليك ينتقل للحاجز الأخير لكن لا نريد أن يتجاوز الزمن نعم ينهي بزمن 60-55 بنفس علامة الجزاء التي دخل بها من خلال الجولة الأولى الجولة الثانية كانت نظيفة هذا الفارس السعودي برافو عليه الجولة الماضية وأسرع زمن حتى الآن 60 ثانية و55 أفضل نتيجة لتالان وعبد الله الشربتلي عبد الله الشربتلي أدى مستوى جيد في الجولة الثانية يبقى على نفس علامة الجزاء ونهاية برافو الحمد لله على هذا الأداء بالنسبة لهذا الفارس السعودي عبد الله الشربتلي